عشر حقائق مخيفة لكنها جميلة عن الكون وعنا. نحن صغار جدا. قبل أن نتمكن حقا من استيعاب خطورة التهديدات إلى جانب الجمال المحيط بكوكبنا، يجب أن ندرك أولا مدى صغر هذا الكوكب. محيط الأرض عند خط الاستواء يبلغ حوالي 40,030 كيلومتر، ومن القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي حوالي 40,008 كيلومترات. ضمن نظامنا الشمسي نحن رابع أكبر كوكب، لكنه قزم بالنسبة إلى نبتون وزحل والمشتري ونجمنا الذي يبعد عنا 150 مليون كيلومتر، الشمس. الشمس نجم كبير ولكنه أصغر حجما بكثير من نجوم أخرى. لنذكر بعضها للمقارنة، هنالك إيتا كاريني نجم أكبر من الشمس بخمسة ملايين مرة، بيتلجوس أكبر بثلاثمائة مرة من إيتا كاريني. لو كان في مكان شمسنا لوصل سطحه إلى كوكب المشتري. ثم هنالك يواي سكوتي أكبر النجوم التي نعرفها، وهو أكبر بخمسة بلايين مرة من شمسنا. نحن جزء من مجرة درب التبانة، هنالك تريليونات النجوم في مجرتنا وجميعها تقريبا يدور حولها على الأقل كوكب واحد. داخل مجرتنا درب التبانة نحن لسنا النظام الشمسي الوحيد. لحد الآن وجد علماء الفلك أكثر من 500 نظام شمسي، وهم يكتشفون المزيد منها كل سنة. يقدر العلماء أنه يوجد عشرات البلايين من الأنظمة الشمسية في مجرتنا وحدها. بالسفر لمسافة 150 ألف سنة ضوئية يمكنك رؤية مدى صغر النجوم داخل مجرتنا حتى تلك المشابهة للنجم يواي سكوتي. تحتاج شمسنا ل 200 مليون سنة حتى تكمل دورة واحدة حول مجرة درب التبانة، وعلى بعد 2.5 مليون من السنين الضوئية توجد مجرة أندروميدا، والتي يتوقع أن تصطدم بمجرتنا خلال بضعة بلايين من السنين. وباستعمال تقنية مجال هابل السحيق يمكننا رؤية صور لأعماق سحيقة من الفضاء بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، وهي تظهر مئات المجرات. من على بعد 5 بلايين سنة ضوئية يمكننا رؤية الشبكة الكونية، حيث توجد بلايين وبلايين من المجرات. وأخيرا على بعد 200 مليون سنة ضوئية توجد الخلفية الإشعاعية الكونية، وهي الأثر الوحيد المتبقي من الانفجار الكبير. ذلك هو كوننا. ماذا يوجد بعده؟ أكوان أخرى، فضاءات لا تقاس. اكتشفنا أقل من 1 بالألف من هذا الكون ولم نجد حياة أخرى. هل نحن وحيدون في هذه الحياة؟ أم أننا في الحقيقة لسنا وحدنا؟ كلا الفكرتين مخيفتان. حتى الآن ما نعلمه أن جميع المظالم، كل النظريات والحقائق الدينية والسياسية، كل حالات الحب والحزن والأحزان والأحلام، الأنواع المنقرضة مثل الديناصورات والأنواع التي ستأتي، كل الأفكار والأفعال في الماضي والحاضر والمستقبل توجد فقط على كوكبنا الصغير الضئيل. بهذا النوع من القياس فستفكر فيما يهمك فعلا وما لا يهم بعد الآن وما لم يهمك أبدا. ما رأيك؟ الكواكب الشاردة، وهي الكواكب المنعزلة في هذا الكون، التائهة للأبد في الفضاء دون نجم لتدور حوله. عندما تتشكل الكواكب فإنها تؤثر في بعضها بواسطة الجاذبية، ومن الممكن جدا أنه عندما تكون نظامنا الشمسي تم طرد بعض الكواكب إلى الفضاء بين النجوم. يحتمل وجود حوالي 200 بليون كوكب شارد في مجرتنا، وهذا يعني أنه يوجد كواكب شاردة بعدد النجوم في السماء، ويمكن أن يكون أحدها متجها نحونا الآن بينما تشاهد هذا الفيديو. يبدو الاصطدام بكوكب آخر بعيد الاحتمال، لكن هل يمكن أن يحدث هذا؟ في الحقيقة حدث هذا بالفعل. قبل 4.5 مليون سنة اصطدم كوكب شاب بحجم المريخ تقريبا بكوكب الأرض بسرعة أكثر من 25,000 ميل في الساعة، وهي تعادل 12 ضعف سرعة الرصاصة. دمر الاصطدام الكوكب الأصغر ونجت الأرض، لكن بالكاد. بعد ذلك تحول سطح الأرض كلها إلى سائل، لم يبق شيء سوى الصخور والحمم والنار في كل مكان. منظر حقيقي لجحيم تام. كان للأرض في ذلك الحين
جو يتكون من الحمم. الصخور التي انطلقت بسرعة 20,000 ميل في الساعة بدأت بالدوران حول الأرض. بدأت الجاذبية بتقريب الصخور إلى بعضها، وكانت النتيجة تكون قمرنا. الصخور الفضائية. عاجلا أو آجلا يجب على الحضارة الإنسانية أن تدرك خطورة اصطدام الكويكبات والمذنبات بالأرض، وإلا فإننا سننقرض. 14 حزيران عام 2002 كان يوم عمل مزدحما كأي يوم آخر، لكن في ذلك اليوم وراء الشمس ما لم يره أحد قادما، وما لم يستطع أي تلسكوب رؤيته خلف الضوء المسبب للعمى كان كويكبا كبيرا بدرجة كافية لتدمير مدينة كاملة. من خلف الشمس جاء الكويكب المسمى 2002 MN مندفعا نحو الأرض، لكنه أخطأها بمسافة أقل من ثلث المسافة التي تفصلنا عن القمر، ولم يره أحد يمر إلا بعد 3 أيام بعد أن خرج من ظل الأرض إلى سماء الليل وهو يبتعد. مع أن ذلك نادر إلا أنه ممكن الحدوث. الحفر على قمرنا دليل على أن خطر الكويكبات والمذنبات والصخور ما يزال موجودا اليوم. بلايين القطع الصخرية المتناثرة من كوكب لم يتكون أبدا عندما نشأ النظام الشمسي موجودة هناك في كل مكان، يتراوح حجمها بين الحصى الصغيرة والصخور والقطع الصخرية الكبيرة، وبعضها يبلغ حجمه حجم جبل إيفرست. سبب عدم تعرضنا لكوارث بسبب الكويكبات خلال 4 ملايين سنة الماضية يعود بشكل كبير إلى كوكب المشتري. أحيانا تقوم جاذبية المشتري الهائلة بسحب كويكب من مساره، مسببة اصطدامه بكويكب آخر ليتدمر أو لينحرف بعيدا في مسار آخر. ليس سرا أن صخرة عملاقة اصطدمت بالأرض هي سبب فناء الديناصورات، وتلك الصخرة بالتحديد يقدر العلماء طولها 6 أميال فقط. أصوات الفضاء. هنالك اعتقاد خاطئ شائع يقول إنه لا أصوات في الفضاء، رغم أن الفضاء بين النجوم فارغ تقريبا، فهذا لا يعني أن الصوت غير موجود هناك. الصوت موجود كذبذبات كهرومغناطيسية، قمنا باستخدام هوائيات البلازما لالتقاط الترددات التي تقع في مدى السمع البشري. الآن سأعرض لكم أصوات الشمس وباقي الكواكب ضمن مجموعتنا الشمسية، وأود معرفة رأيكم خاصة بشأن صوت الزهرة وزحل. الفراغ الكبير. عام 2004 اكتشف الفلكيون قسما فارغا من الكون في القسم الذي يحوي مجرتنا درب التبانة ومجرة أندروميدا، وذلك الفضاء الفارغ يفتقد حوالي 10,000 مجرة ويسمى البقعة الباردة، ويبلغ قطرها 1.5 بليون سنة ضوئية، وهي أكبر شيء مكتشف ضمن الكون، لكن العلماء محتارون بشأن ماهيتها ولماذا هي فارغة جدا، وهي تقع في منطقة من الكون أبرد كثيرا من المناطق الأخرى. ورغم أنها ليست فارغة تماما إلا أن المادة داخلها أقل بحوالي 20% من المناطق الأخرى. رغم أن نظرية الانفجار الكبير تسمح بوجود مناطق أبرد وأسخن، فإن حجم هذا الفراغ لا يتناسب مع النماذج التي تتنبأ بها النظرية. ببساطة هو أكبر من أن يكون موجودا. في هذه الصورة يمكنك رؤية عناقيد هائلة من المجرات،
واللون الأزرق الغامق يرمز إلى المناطق الأكثر فراغاً وبرودة. الفراغ الكبير يقع في أسفل اليمين. تقترح آخر دراسة للبقعة الباردة أنها ربما كانت تستنزف الطاقة من الضوء الذي يمر خلالها، ولذلك فالمنطقة حولها باردة جداً. وفي أواخر عام 2007 قال العديد من العلماء أن هذا الفراغ الكبير قد يكون نتيجة تركيبة كونية أو بقية من مرحلة انتقالية بين حالات المادة، لكنهم يعتقدون أن هذه المرحلة الانتقالية حدثت ليس في أي وقت قريب، لكن في المراحل المبكرة جدا من نشوء الكون. الأكوان المتعددة. عندما نظر الأولون إلى السماء في الليل ظنوا أن السماء تدور حول الأرض والبشر، لكن عبر القرون تغيرت هذه النظرة جذريا. تعرفنا على نظامنا الشمسي وعلى مجرتنا درب التبانة. بعد ذلك اكتشفنا أن كوننا مليء بمجرات أخرى، لكن ربما نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه أسلافنا حين نظن أن كوننا يحتوي على كل شيء في الوجود. مصطلح الأكوان المتعددة يشير إلى الفكرة العامة بأن كوننا قد لا يكون وحيدا، وأنه قد توجد أكوان أخرى تتحدى جميع قوانيننا الطبيعية. ما يعرف باسم المبدأ الأنثروبي أو المبدأ الإنسي هو فكرة أن كوننا مضبوط بدقة على نحو يسمح للإنسان بالعيش. اختلاف بسيط في قوة الجاذبية على سبيل المثال يعني عدم وجود الحياة كما نعرفها، وحدوث هذا الأمر بالصدفة أمر لا يتقبله العلماء بسهولة. مفهوم الأكوان المتعددة يتناول هذه المشكلة بشكل جميل، فبالعدد اللانهائي من الأكوان التي يمكن وجودها فإننا ببساطة نعيش في الكون الذي نستطيع العيش فيه وحده، مما يعني أن الأكوان الأخرى بناء على قوانينها الطبيعية والفيزيائية قد تحتوي على أشكال مختلفة جدا من الحياة العضوية وربما حتى كائنات ماورائية. ثم هنالك هذه النظرية والتي يصعب صياغتها بالكلمات إلى حد ما، لذلك سأحاول توضيحها باختصار. هنالك العديد من الأكوان وكل شيء متشابه داخل كل منها، مما يعني أنك موجود على كل كوكب أرض في كل من هذه الأكوان، لكن نتيجة حياتك تختلف سواء كان الفشل في المدرسة أو أن تكون الأول في صفك، الوظائف التي تحصل عليها، الناس الذين تحبهم أو تخسرهم، وأي قرار اتخذته أو قررت عدم اتخاذه له نتيجة مختلفة عبر حياتك. لكن لسوء الحظ فإنك إنسان واحد له نتيجة واحدة على هذا الكوكب وحده، مما يعني أننا لن نتمكن من إثبات صحة نظرية الأكوان المتعددة، لأننا في كل الأحوال عالقون بالنتائج التي سنحصل عليها على هذه النسخة من الكون. واحتمال أن أحد هذه النتائج ستنجح في إثبات هذه النظرية هو لسوء الحظ أمر مستبعد جدا. السوبرنوفا أو المستعرات العظمى. السوبرنوفا هو انفجار هائل ينتجه نجم في مرحلة الموت. يدخل نجم في مرحلة سوبرنوفا في مجرتنا مرة كل 100 سنة. يقذف الانفجار المادة إلى الفضاء ويمكنه السطوع بلمعان مماثل لمجرة كاملة لفترات قصيرة. النجوم مفاعلات نووية عملاقة تنتج الطاقة بواسطة دمج الهيدروجين مع الهيليوم، لكن في النهاية تنفد كمية الهيدروجين في النجم. عندما يحدث هذا يبدأ النجم بدمج الهيليوم ليكون معادن ثقيلة مثل الحديد. تنكمش نواة النجم بينما تتمدد الطبقات الخارجية مكونة عملاقا أحمر يلتهم الكواكب المحيطة. لكن ماذا يحدث عندما تنفد كمية الهيليوم في النجم؟ ينتهي الاندماج ببساطة في النجوم الصغيرة كشمسنا، ويتحول النجم إلى قزم أبيض ويبهت ببطء. لكن عندما ينتهي الهيليوم في النجوم الكبيرة تنهار نواة النجم خلال بضعة ثواني، مسببة ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 1,000,000,000 درجة مئوية. تنهار الطبقات الخارجية من النجم أيضا لتنفجر بعدها في انفجار هائل يدعى سوبرنوفا، وما يتبقى من نواة النجم يصبح نجما نيوترونيا شديد الكثافة، وقد يتحول إلى ثقب أسود، وهو منطقة تحتوي على مادة شديدة الكثافة لا يستطيع شيء حتى الضوء الإفلات من جاذبيتها. بعد انفجار النجم فإن المادة المقذوفة في الانفجار قد تشكل سديما، وهو عبارة عن سحب هائلة بين النجوم تتكون من الغاز والغبار. بعد ملايين السنين تسحب الجاذبية مادة السديم لتكون لبا كثيفا وحارا يسمى بروتوستار. يتحول البروتوستار في النهاية إلى نجم وليد، وجاذبية النجوم الوليدة تؤثر في مادة السديم حولها مع مرور الوقت، وقد تشكل كويكبات ومذنبات وحتى كواكب جديدة. هذه بالفعل دورة حياة النجم. التدفق المظلم.
الرقص الأبدي للضوء في سماء الليل سحر البشر لآلاف السنين وأنتج الأساطير ثم العلم، لكن الآن هنالك إشارات لتحركات غريبة في السماء، إن أمكن إثبات صحتها فستكون أول دليل قوي على وجود حافة للكون. ساشا لينسكي فلكي في وكالة ناسا يدعي أنه رصد نمطا من التحركات في السماء غريبا جدا، لدرجة أنه يمكنه إحداث ثورة في نظرياتنا عن الكون كما فعلت نظرية الانفجار الكبير سابقا. أراد ساشا أن يرصد بشكل أدق سرعة واتجاه حركة المجرات ليرى إن كان هنالك أي انحرافات دقيقة. استعمل تأثيرا يمكن أن يرى فقط عندما تتصادم عناقيد من المجرات فيسخن الغاز حولها إلى ملايين الدرجات. عندما يمر الضوء القادم من خلفية الأشعة الكونية عبر الغاز الساخن فإنه يتغير بشكل طفيف، لكن درجة تغيره تعتمد على سرعة حركة الغاز والمجرات حوله. قام ساشا بشكل مستمر ومنهجي بالتحقق من هذه البيانات لأكثر من عام، وأظهرت بياناته شيئا لا يصدق. جميع عناقيد المجرات بغض النظر عن مكان وجودها في السماء تتجه إلى جهة واحدة في الكون. كان الأمر كما لو أنها تسحب نحو جاذب مجهول خلف الحافة المرئية من الكون. سمى تلك الظاهرة التدفق المظلم. ما هذا الشيء في رأيك؟ وإلى أين يسحبنا؟ الثقوب السوداء هائلة الحجم. داخل جميع المجرات الكبيرة تقريبا وجد علماء الفلك أدلة على وجود ثقوب سوداء أكبر بملايين وحتى بلايين المرات من كتلة الشمس. كما قلت عن السوبرنوفا في رقم 4، تتكون الثقوب السوداء مما تبقى من نواة النجم بعد انفجاره. حطام نواة النجم الميت تنهار على نفسها ووزنها كاف لسحق جميع الذرات على أنويتها، والنتيجة جمرة فائقة الكثافة تدعى النجم النيوتروني. كثافة النجم النيوتروني تشبه أخذ جبل وسحقه بضغط شديد ليصل إلى حجم كرة زجاجية صغيرة. تستطيع النيوترونات احتمال قوى ضغط هائلة، لكن إن تعرضت إلى ضغط كتلة كافية من المادة بعد عتبة حرجة يمكن أن تسحق إلى لا شيء. عندما يحدث ذلك يولد ثقب أسود. الثقب الأسود هو جاذبية في حدودها القصوى، كتلته مجمعة حرفيا في نقطة مغلفة بكرة سوداء تدعى أفق الحدث. تلك الكرة هي نقطة لا عودة. أي غاز أو نجوم أو كواكب أو حتى الضوء الذي يقع داخلها يختفي إلى الأبد. ألبرت أينشتاين قال إن الجاذبية ليست فقط القوة الجاذبة للكواكب أو النجوم مثل الشمس، هي تشوه في المكان والزمان الذي يسميه العلماء الزمكان عند تواجد أجسام هائلة الحجم. بكتلة نجم سحق إلى نقطة عميقة، الثقب الأسود هو في الأساس ثقب عميق في الزمكان. إن قام مستكشف في المستقبل ينقب عن البيانات بالاقتراب كثيرا من ثقب أسود صغير فإنه سيمزق إلى أشلاء في الحال، لكن ثقبا أسود هائل الحجم له جاذبية أكثر انتشارا وستكون الرحلة أكثر سلاسة. ما ستجده إن استطعت الدخول إليه هو الوجهة الأغرب في الكون كله. مزيد من التكهنات. إذن ما الذي نعلمه؟ بأمانة ليس الكثير، ولن يكون كثيرا على الأقل لوقت طويل، لوقت يمتد أكثر بكثير بعد حياتك وحياتي. السؤال الحقيقي هو هل نستطيع معرفة كل شيء يمكن معرفته قبل أن يتم تدمير الأرض بواسطة شيء عشوائي مخيف صادر عن الكون؟ بعد مشاهدة هذا الفيديو انظر إلى سماء الليل واسمح لنفسك برؤية أكثر مما رأيته من قبل. لا تشعر بأنك ضئيل أو بلا أهمية أو بلا هدف. بدلا من ذلك كن ممتنا لوجود عينيك وعقلك وجسدك ورافقك الصامت على مدى حياتك لمنحك القدرة على الوعي في هذه الفترة الاستثنائية من الزمن، والتي تمكنك أنت وزميلك من البشر من دراسة ألغاز الأجرام الكونية البعيدة جدا. ومهما كان الذي تؤمن به فلا تسمح لهذا الفيديو أو لغيره بأن يثبط ذلك الإيمان. بدلا من ذلك اجمع بين المعرفة التي تعلمها وإيمانك ونظرياتك لترى الأعماق التي يمكن لعقلك أن يكتشفها. نحن كبشر نتكون من نفس المواد المكونة للمجرات. ربما لا يجدر بنا أن نعرف كل شيء. ربما كان الهدف الحقيقي للحياة هو ببساطة أن تعطيها معنى. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وليصلك كل جديد اشترك بقناة MO Channel.